جينا لكم عاني بفكار ومعاني ندخل بها ثاني من دون أي أسرار وبين القصص بنعيش عقال ودراويش ما يهمنا التشويش بانس قلب الأفكار للي عارف لي صار معاكم قوس حار للي عارف لي صار معاكم قوس حار تعال نعكس دي الصورة نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة هذا شوية فن واستوى سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة تابع معنا الحبكة جيناكم بقرص حار شوف واستمتع معنا المتع بنخليك تضحك والحزن تودع بسلوب راقي عندنا حتلاقي الإبداع والإبداع بإخرجنا باقي ولا تتفاجئ ولا تحتار هيا كزة النار هيا يلا نكزة النار مثل ما هو مكتوب قدامكم يا عيالي حصتنا اليوم عن الطموح عن طموح كل واحد فيكم عن طموح المستقبل اللي تشوفونه قدامكم عن طموح المستقبل فيكم انتم ايضا نظرته فيكم انكم تنافسون الجيل السابق بانجازاتهم بطموحاتهم العاليه وانه يكون طموح كل واحد فيكم ما له سقف اما انك تكون زي أي واحد في السبعة مليار نسمة هذه أو تكون نجمة بارزة ترى البروز الأسامي اللي مذكورة في كتب التاريخ الشخصيات العظيمة ما يفرقون عنكم بشيء بشر زيكم يتعاملون مع الدنيا زي ما تتعاملون مع الدنيا كانوا أطفال صغار مثلكم في كل مجال في الطب في الهندسة حتى في الرياضة ايش الفرق بينك وبين كريستيانو رونالدو ولا ميسي في فرق ابن تسعة ابن تسعة ولكن طموحه من هو صغير كان ما له حد فاما انك تحد طموحك وتخليه محدود وفي الاخير بتجي وبتروح ولن تذكر او انك تقول لا يا مستقبلنا انا لها وساذكر من ضمن العظماء فلا تحطمون انفسكم من البداية ما زلتم صغارا والمستقبل قدامكم فحصتنا اليوم عن ايش؟ طموح وبما اننا نتحدث عن الطموح بنتحدث اليوم عن طموح وهدف كل واحد مننا ايش بغى بيكون؟ ايش نظرته للمستقبل؟ استاذ 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 ايوه حسنا عرضه كانه عرضه المساحه حقي قم يا عرضه كانك كلت المساحه حقه يا عرضه نا حسبتها نعنع يا استاذ اي شيء قدامك تاكله يا عرطه جلس يا ولدي جلس عشان كذا الحصه دي مهمه جدا عشان كل واحد فينا يحدد هدفه وابغى يكون في المستقبل ما نقع كما عرطه اي شيء قدامنا ناكله هيا محفوظ يعني المستاحه ناكله والله ناكل نعنع مثال يا ولدي لا تقعد بي مثال نضرب مثال لا تأكل شيء مساحة ولا نعنع يلس يا ابني يلس الله يعين المستقبل عليكم ما علينا ما علينا الآن بغينا نحدد كل واحد فيكم له هدف بغينا بنحدد ايه بغيت بقع في المستقبل
طيار، مهندس، ضابط، قاضي، مستشار، طموح بدون سقف قلنا. وبنبدأ بالسيد عماد كيس النوم. كابتن عماد قم يا ابو العمد قم، جايب معه المخدة عاده. ساعة كم تنام انت؟ ها هو بغيت الحمام استاذ. يا ابني اتكلم عن المستقبل، خلي الحمام دحين مو وقته استاذ. انت ما بغيت؟ انا ما بغيت شيء، انت يوم بتكبر وابغيت. استاذ بغيت بقى بخزن. جلس جلس. يا سلام يا سلام عليك وعلى مستقبلك وعلى تفكيرك. بصراحة أنا ما عندي أي كلام نرد على أخوكم عماد، إلا الله يعين أهلك عليك وعلى أخوك. بتخزن كم أخوك ها؟ قم قم محمود تعيل لي، قم قم. ما بغيت أنت، ما بغيت في مستقبلك. تفضل يا أستاذ. شوف الفلسفة أنا ما بغيتها. تكلم يا ولدي، ما بغيت بتقع. أنا بغيت ببيع قات لأخوي عماد. قات على ما هو أندومي قات والعماد. كقوم قوم معه، قوم شكله أخوك وصاحبك. اثنينكم برا ولا نشوف واحد فيكم في فصل لما تجيبون اولياء اموركم. موال عبد المكان معي. توكل توكل توكل. قفل الباب وراك. كنا تبكي يا ولدي، عدنا ما قلنا شيء. ما هو وقت شيء بكاء استاذ. الا شوف ابغى الحمام. انت تسكت ساكت، انت بالذات ما بغيت شيء كلام معه لسان، هو يتكلم عن نفسه. قوم يا شكري. تبكي ليه يا ولدي؟ حد كلمك؟ حد اذاك؟ لقيت بك شيء؟ انا ضربتك شيء؟ كلمتك شيء؟ شلو عدي يا استاذ. لحظه يا ولدي، سرقوها هنا ولا برا؟ هنا يا استاذ. الشخص ده الكائن ده عرطه كان عندك ولا شيء اليوم؟ ايوه كان عندي يا استاذ. خلي المساحه ما بياكل عديك. شي براوطه يجيبوا لك في الدار ولا شيء؟ اللي يعطونا براوطه سندويش فوق 2000. كم يعطونك؟ فوق 2000. اسمع يا ولدي، لقيتك رايح شلنا معك، بقى اخوك الصغير هناك. الان المستقبل امامك، وابغيت بتقع وطموحك في المستقبل. في المستقبل مستقبل وراك دحين. بغيت الحمام استاذ. دحين ولا في المستقبل؟ اه استاذ مو مستقبل دحين، بغيت الحمام. خري 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 خري، تضيع المستقبل حق الصف. ماشي ما في البلاد، روح لحق نفسك، روح لا تقفل شي بيبان. روح فصل ده بيجيب لي جلطة. حسونا قوم يا ولدي قوم. المستقبل ده أمامك، قل لي وتشوف نفسك في المستقبل. استاذ في المستقبل نبغيت في المستقبل وقت محامي. الحمد لله، الله أكبر، أخيرا واحد في الفصل يرفع الرأس. كفو يا ابني كفو. سال عرطة قم، اتحفنا اطربنا اشجن مسامعنا، وتشوف نفسك في المستقبل. انا بتبقى سارق كبير. سارق واه كبير. ليه سارق يا ولدي؟ سارق مرة واحدة ليه يا ولدي؟ سارق وكبير عدك عشان حسوني بيقع محامي شاطر وبيدافع علي. ايوه ايوه يا استاذ لا تفزع، ناصر بقع محامي وبخريه. اصلي شفت فيلم كله فيها تفاصيل من هنا. فيلم واذا فيلم واذا اللي صار الشغله اللي كذا خربانه، ذكيها على غبيها. انا ويقعدنا ندرس عدنا. بس يا استاذ في سؤال بسيط، انت في المستقبل بعدين لكبرت وبتقع؟ انا بغيت برجع بالزمن لورا لورا منشان نبطل في امها الدراسه، لقيتها بتخلينا نشوف ناس كماكم. عبيتها جينا لكم عالي ندخل بها ثاني من دون أي أسرار، وبين القصص بنعيش عقال ودراويش.
عم نعكس دي الصورة، نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة. هذا شوية فن واستوى، سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة، تابع معنا الحبكة، جيناكم بقرص حار. شوفوا استمتع معنا المتع، بنخليك تضحك والحزن تودع، بس البراقي عندنا حتلاقي الابداع، والابداع بإخرجنا باقي، ولا تتفاجئ ولا تحتار. هيا كزة النار، هيا يلا نكز النار.